احنا لازم نركز على انه هاي المرحلة هي المرحلة الاساسية او المرحلة اللي بنقدر احنا نزرع العادات الغذائية الصحيحة بالطفل، حيث هاي المرحلة بتكون هي القاعدة لمرحلة المراهقة، مرحلة البلوغ. فالاهل في هاي المرحلة لازم يتأكدوا انه هم حصل ابنهم في نهاية اليوم يتذكروا انه ابنهم حصل على المجموعات الغذائية الخمسة اللي هي راح تزوده بالعناصر الغذائية. من اهم هاي المجموعات هي مجموعة النشويات وما تحتويه من خبز ورز ومعكرونة وبطاطا وذرة وغيرها، مجموعة اللحوم ومنتجاتها من لحمة، دجاج، سمك، بيض، بقوليات، مجموعة خضار وفواكه، مجموعة ألبان ومنتجاتها، ومجموعة الدهون. ونختار في المجموعة الواحدة الخيارات الصحية، يعني من مجموعة النشويات أقدر أختار الحبوب الكاملة، من مجموعة الدهون أقدر أختار الدهون الصح زي مثلا زيت الزيتون، زي المكسرات، زي الزيتون.